هنبدأ الأول بالجولة المرورية ونشوف شوارع القاهرة والمحافظات. طبعاً هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد حالياً كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. في محافظة الجيزة تعالوا نروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع طبعا ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كمان كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. في محافظة الإسكندرية في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، في كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.